السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة؟ ولا عاملين ايه؟ ان شاء الله تكون بخير، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي فات بتاع الممبرنس اورجانويدز. انا اسمي مهند عماد الدين، في سنة ثالثة. هنكمل معاكم ان شاء الله اخر جزء بتاع الممبرنس اورجانويدز، وارجو ان شاء الله انتم تكونوا استفدتوا. واي سؤال، اي حاجة واقفة قدامكم، اي حاجة مش واضحة بالنسبة لكم، ممكن ان انتم تتواصلوا مع اكونت نجاح او الفورم الفيدباك او اي حاجة. ان شاء الله نوصل بكم، ان شاء الله نساعدكم وبنتشرف بكم. يلا نبدأ عشان ما نطولش عليكم. بسم الله. المايند ماب بتاعتنا بقى خلاص، انتوا عرفتوا انا بنشتغل ازاي، اللي هي بنتكلم فيها في تفاصيل المحاضره عشان ما انتوش. اول حاجه هنتكلم عن، نكمل بقى الممبرنس اورجانويد الستيب 1 الخطوه الاولى، هنتكلم عن اللايزوزومز. وانتوا بقى بقيت فاهم وشاطر دلوقتي، عارف دلوقتي ما تسمع اي كلمه اورجانويد تقول لي يا دكتور انا بتكلم عن ثلاث حاجات، لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب وفانكشن. وعرفنا بقى اللايت مايكروسكوب واسيدوفيلك وايه اللي يحصل وبيزوفيلك عشان الرايبوزومز، كل الحواديت دي اتكلمنا فيها. تاني الستيب الخطوه الثانيه البيروكسوزومز، نفس القصه، اورجانويد عادي هنتكلم عنه. تالت حاجه الميتوكوندريا، بعد كده اخر اورجانويد ميمبرينس اللي هو الانوليت لاميلي، برضه لايت ميكروسكوب والكترون فانكشن. يلا نتكلم على اول واحد، ادي مورسي زيناتي وبيقول لك ادي الخليه. يلا يا سيدي، بيقول لك ايه اللايزوزومز؟ اللايزوزومز دي ايه؟ اللايزوزومز دي اورجانويد. اورجانويد، طيب كويس. وبعدين اورجانويد يبقى هتتكلم فيها اول ما تسمع كلمه اورجانويد بلغه الهيستولوجي، لايت مايكروسكوب الكترون مايكروسكوب وفانكشن. كلمني عن اللايت مايكروسكوب. اقول لك انت يا حبيبي، عارف قلت لك الفيديو اللي فات ان اللايت مايكروسكوب بتكلم عن هو اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك، هو في صبغه معينه، هو في هيستوكيمستري. يعني ايه بقى هيستوكيمستري؟ هيستوكيمستري دي يعني بدور على انزيم. طيب هو اللايزوزومز بيشتغل على موضوع الهيستوكيميكال ده؟ ايوه، يبقى بيكون من خلال ايه؟ بيكون من خلال الهيستوكيميكال. طب بالنسبه يا سيدي للسايت، المكان يعني، بص وانا لو قلت لك المكان هيتضح من خلاله الوظيفه، ازاي يعني؟ بيقول لك ان هو بيتواجد في اماكن اللي فيها فاجوسايتوتيك اكتيفيتي. الله، ايه الكلمه الغريبه دي؟ فاجوسايتوتيك اكتيفيتي يعني خلايا بتبلع، خلايا بتدافع عن نفسها، خلايا من اللي هي من وظيفتها الدفاع عن الجسم. يبقى اللايزومز ده شايف كاتب لك ايه؟ معده الخليه، يبقى وظيفته هي معده الخليه. يعني ايه؟ يعني يبلع الحاجات اللي هتضر جسمي، يبلع الحاجات اللي هتضر الخليه، الحاجات اللي هتجيلي من بره والحاجات الموجوده عندي في الخليه. ونعرف ازاي دلوقتي، بس انت حط في دماغك الكلمتين دول، ان اللايزومز دي هي ايه؟ هي معده الخليه. طيب هي اللايزومز دي يعني طالعه شطاني كده، يعني ما لهاش شكل، ما لهاش معنى، جت منين دي؟ اقول لك، بص يا سيدي، هو مش انا قلت لك المره اللي فاتت لما جيت كلمتك عن الماكرو فيزيكلز بتاع بقى مساعد بقى البطاطا والجيولوجي كومبلكس والقصه والحواديت دي؟ وقلت لك ان الماكرو فيزيكلز ممكن يبقى لايزوزومز او ممكن يبقى سيكريتوري جرانيولز. يبقى اساسا الماكرو فيزيكلز عبارة عن ايه؟ اللايزوزومز عبارة عن ايه؟ عبارة عن لايزوزومز. لكن في حاجة بقى، كل اللايزوزومز ماكرو فيزيكلز وليس كل الماكرو فيزيكلز لايزوزومز. يا دي جملة ألماعية بقى. طبعا جملة شديدة الألماعية. ليه بقى؟ قال لك اصل اللايزوزومز ده يا باشا له شروط. شروط يعني مش اي حاجه يقول لا لا لا، لازم يكون له شروط. اول حاجه لازم يكون فيه هيدروليتيك انزيمز. يعني ايه؟ يعني الانزيمات اللي بتكسر، الانزيمات اللي بنستخدمها في الدفاع عن نفسنا. وده واضح يا باشا، مش انا قلت لك في الاول ان اساسا اللايزومز دي معده الخليه اللي بيكون في الخط الدفاعي للجسم، الفاجو سايتوتيك اكتيفيتي اللي عندها نشاط دفاعي. ايوه، يبقى طبيعي قوي ان يبقى عندها انزيمز تساعدها في وظيفتها اللي هي ايه؟ هيدروليتيك انزيمز. طيب والانزيمز دي البي اتش بتاعتها بيكون ايه؟ طبعا انت فاهم يعني ايه بي اتش، خدتها في ثانوي يعني. بيكون ايه؟ بيكون 5 يا سيدي. وقعد يديك في امثله وانت تتعب وتقعد تحفظ وبتاع، تعال نقرا كده نشوف هنعمل ايه. قال لك بروتيزس لايبيزس نيوكليزس. لخصتها لك يا سيدي، البي والال والان سكيم كده، بيلن اللي هو بتاع الكوره والكلام ده يا شباب. فانت كده قاعد، لو انت بقى بتتضايق من الامثله والكلام الكتير وكلنا بنتضايق من الامثله عشان ايه؟ حفظ وكده، افتكر بيلن، البي الال والان. طيب وجنب بيلين يبقى انت اكتبها كده جنبك في الكتاب بتاعك. قلت كنت انتوا طبعا فاهمين، قلت لكم الفيديو اللي فات ايه، ابقوا يعني خلي الكتاب بتاعكم جنبكم، سجلوا الحاجات دي عشان دي اللي هتفكر في الامتحان، بيلين وجلايكوزايتس.
وسلفاتيزس. تمام. وبيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك which are at least 40 types of ايه؟ of acid hydrolysis. وبيقول لك ان هي بتكون طبعا ده طبيعي ان هي بتكون متنوعه في الشكل وفي الحجم حسب المكان والكلام اللي زي ده. وبيقول لك ان عددها على الاقل بيكون 40 نوع من الاسيد هيدروليزس. طب هو ده كام نوع؟ ده 5 امثله. يبقى انت عرفت المثال، اكتبه لك عشان كل هيبلين والسلفاتيزس والجلايكوزايديز. ماشي. يبقى انت كده فهمت ايه هي الشروط اللي بنطلقها عشان اللايزوزوم، عشان المادة دي او الشيء ده او اي حاجة لازم ياخد لقب لايزوزومز، لازم هيدروليتيك انزيم وبي اتش 5. وادينا الامثلة، ادي يا سيدي اللايزوزوم الصورة بتاعتها. بص يا سيدي، ادي اللايزوم، ادي الانزيم، مش بقول لك هيدروليتيك انزيم، لازم الانزيم ده جزء اساسي منها، جزء اساسي منها. برضو ادي صوره تانية اهو، هيدروليتيك انزيم ميكتشر خليط يعني من الانزيمات. وادي الممبرين، وبيقول لك ان فيها ليبيد لاير وفيها ترانسبورت بروتين. وبعدين يا سيدي قال لك يا سيدي اذا سبستريت ذات لايزوزومز اكت مش عارف ايه. بص احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنشرح الوظيفه اللي بيقوم بيها اللايزوزوم عشان انت تكون فاهم انا بشرح في ايه. يعني انا قلت لك ان هو معده الخليه، هو اللي موجود فيه ليه نشاط دفاعي في الجسم، بيقضي على الحاجات، بعض الحاجات الضاره. بيعمل كده ازاي؟ اقول لك يا سيدي، اول كلمه بيقول سبستريت. يعني ايه سبستريت؟ قال لك السبستريت ده الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم. الماده اللي بيشتغل عليها مين؟ الانزيم. والانزيم ده موجود فين؟ موجود في اللايزوزوم. كلام منطقي اهو، كلام واضح وسهل. طيب المواد دي اللي هي المواد السيئه اللي انا عايز اتخلص منها، حاجه من اتنين ما لهمش تالت، حاجه من اتنين، اما تكون مواد جوه الخليه اما تكون مواد بره الخليه. كلام واضح وسهل يعني. مواد بره الخليه بنسميها هيتيروفاجوزومز. يعني ايه هيتيرو؟ يعني بره. هيتيروفاجوزوم، هيتيرو ايه؟ فاجوزوم. هيتيرو يعني بره، وكاتب عشان يوضح اكزوجينس. يعني ايه اكزو؟ يعني بره. اكزو يعني بره، واندوجينس يعني جوه، معروف يعني اكزو اندو. يبقى الهيتيروفاجوزومز دي يا سيدي بيقول لك المواد السيئه اللي جايه من بره اللي فيها اكزوجينس سبستريت بتخش للخلية. طيب هي بتخش للخلية عشان اللايزوزوم يشتغل معاه والكلام ده، بتخش له ازاي؟ ايه الآلية وايه الطريقة اللي بتدخل المواد ليه؟ المواد السيئة دي للخلية عشان انا اشتغل عليها، الخلية واللايزوم يشتغل عليها واتخلص منها. قال لك حاجة من اتنين، اما فاجوسيتوزيس اهي، اما بينوسيتوزيس. ازاي بقى؟ قال لك يا سيدي هو على حسب هيئتها وشكلها. لو المادة دي سوليد صلبة كده يبقى نعمل لها عملية فاجوسيتوزيس. طب لو المادة دي فلويد بينوسيتوزيس، يبقى انت تسهل على نفسك وتكتبها كده عشان بقى تقلق فلويد ولا بتاع. اكتب تاكل اهو وتشرب، تاكل وتشرب. تاكل يعني فاجوسيتوزس، وتشرب يعني بينوسيتوزس. يبقى عرفت انا كده الطريقه والاليه. طبعا ليها كلام كتير فيها يعني، بس طبعا يعني خدتوا الاسماء بس. تمام، فانتوا عرفوا كده تاكل وتشرب. تاكل يعني فاجوسيتوزس، وتشرب يعني بينوسيتوزس. دي المواد السيئه اللي انا سميتها هيتيروفاجوزومز، وبيقول لك كل له نصيبه من اسمه، هي متسميه على اسمها، مفيش حاجه مؤقته يعني. طيب المواد اللي بره خلاص، تمام. كلمني بقى في المواد اللي جوه. اوتو فاجوزوم، اوتو يعني ذاتي، يعني من جوه، يعني حاجه سيئه جوايا الخليه عايز اتخلص منها. طب انت يعني بشطارتك كده ونباهتك من غير حتى ما نعرف الكلام، ايه يعني اللي جوه الخليه وسيء وعايز اتخلص منه؟ مش ممكن يكون كده في اورجانيلز، الاورجانيلز دي عجزت شويه عايزين بقى نتخلص منها عشان هتعمل لي مشكله في الخليه او تعمل لي مشكله في جسمي؟ هو ده اللي فعلا بيحصل. او بيقول لك كونتيننج اندوجينس. طبعا يعني انت بقى شاطر وفاهم وكده بتاع، هل الكلام ده يتحفظ؟ الكلام ده يتقري خلاص، انت فاهم ان ده احفظ اندوجينس ووتو، ده كلام يعني حد بيعرف انجليزي يفهم. بيقول لك ان الاندوجينس اهو بيقول لك فروم سيتوبلازم اورجانويدز، وبيقول لك اكسس
old organelles، المواد اللي الاورجانيلز العضيات بالعربي اهو اللي هي عجزت شويه، زي الميتوكوندريا والاندوبلازمك ريتيكولا. ودي طبعا الميتوكوندريا بيت الطاقه في الخليه، ولسه هنشرحها وبتاع، فبيبقى عليها ضغط كتير وبتاع، فطبعا بيبقى في اولد، في حاجات عضيات عجزت فبنتخلص منها عشان ما تأذيناش. والاندوبلازمك ريتيكولام، وفي سامع واحد شاطر بيقول لي انا فاكر ان الرف اندوبلازمك ريتيكولام هي بائع البطاطا والمساعد ومش عارف ايه. يبقى انت كده فهمت المواد اللي بتدخل، المواد اللي بره والمواد اللي جوه. يلا نكمل الآلية. بص، ده دياجرام كرتون كده لطيف قوي. بس يعني كل عضو من العضيات بيتكلم عن نفسه. بس احنا بما اننا بنتكلم على اللايزوزوم، هاخد اللايزوزوم وهو بيتكلم عن نفسه. فاللايزوزوم بيقول ايه؟ بيقول لك everything I touch I destroy. يعني ايه؟ اي حاجة انا المسها انا ادمرها. ليه؟ لان انت عندك hydrolytic enzymes، انا عندي انزيمات بشتغل عليها بدمرها، بحمي جسمي من الهيتروفاجوزومز وال الاوتوفاجوزومز. تمام. بعد كده يا سيدي تعالى بقى نتكلم على انواع اللايزوزومز. مش هي انواع اكيد. قال لك يا سيدي في برايمري وفي سكندري. طيب بروح عليا الحاجات مش صعبه، ده كلام كلام فارغ بجد، يعني كلام فارغ. ايه يا سيدي البرايمري لايزوزوم؟ قول لي. قال لك يا سيدي البرايمري لايزوزوم دي هي الفريش فورمد لايزوزوم. تخيل يعني اللي هي ايه، صبحه يعني بالعربي كده، اللايزوزوم اللي لسه متكونه، اللايزوزوم اللي لسه ما احتكتش مع الحاجات الضاره بالجسم، سواء اوتو او ويتير او اي حاجه بقى، او الفاجوزوم اللي هي ايه. طب بتكون مكونات ايه؟ قال لك ما فيش فيها الا هيدروليتيك انزيمز، والهيدروليتيك انزيمز دي لسه ما استهلكتهاش. ليه يا ابني؟ قال لك ما انا لسه مكونه. كلام منطقي جدا. وطبعا بتكون صغيره، سمول وسفيريكال، والكونتنت بتاعه بيكون هوموجينس. هوموجينس يعني متجانس، وطبعا دي صفات طبيعية جدا. ليه؟ هي لو كانت تفاعلت وكده يا شباب كانت هتبقى سمول، مش هتبقى حصل تفاعلات واحتكاكات وكبرت وبقى وبتاع. لا، هي لسه متكونه، ما فيهاش الا الهيدروليتيك انزيم. البيبي اكتب لكم عليها اهي، البيبي الصغير، بيبي خطي تحفة. طبعا الناس اللي سمعت الفيديو اللي فات عارف ان انا خطي تحفة. البيبي الصغير بنقول عليه ايه؟ برايمري لايزوزوم، اللي هو ايه؟ اللي هو لسه داخل الحضانة. طب ابننا كبر دلوقتي وبقى بيمشي لوحده من غير ما حد يسنده، بقى اسمه ايه؟ اسمه سكندري لايزوزوم. ايه بقى السكندري لايزوم ده؟ قال لك يا سيدي السكندري لايزوم ده بقى اتحاد البرايمري لايزوزوم مع السبستريت. بروح عليها عشان افهم مين البرايمري لايزوزوم ده. البرايمري لايزوزوم ده اللي لسه طالع الفريش، اللي هو ما فيهوش الا الهيدروليك انزيم اللي انا عايز استخدمه. اه، ده كلام منطقي. خلاص بقى انت كبرت، بنقول له انت كبرت وخلاص، روح بقى ايه، اشتغل، روح اعمل وظيفتك. فانت تعمل ايه؟ يشتغل على السبستريت. وما هي السبستريت؟ الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم اللي موجود جوه. فين اللي موجود جوه؟ اللايزوزوم. طيب كويس. ايه بقى طب بعد ما فيوجن يعني اندماج يا شباب، يعني اتحاد بعد ما يتحدوا مع بعض. قال لك اسميهم على حسب المواد اللي اتحدوا معاها. المواد دي هيتيرو ولا اوتو ولا من بره ولا من جوه، ولا نظامها ايه؟ صح كده، يبقى كلام منطقي. طيب لو البرايمري لايزوزوم اتحد مع الهيتيرو فاجوزوم، وما هو الهيتير؟ قلت لك بقى المواد اللي جايه من بره، والبرايمر قلت لك البيبي الصغير اللي لسه اللي خلاص كبر ويعتمد على نفسه ويقوم بوظيفته. لما يتحدوا مع بعض بقى والهيدروليتيك انزيم اللي في البرايمر تشتغل على الهيتيرو، بقى اسمها هيتيرو لايزوزوم. بذمتكم انا عايز اسالكم سؤال، ده كلام يتحفظ؟ لا طبعا، لا طبعا، يعني ده كلام بمجرد ما انت سمعته وفهمت الحدوته خلاص تحل اسئله وكده. طيب الثانية يا سيدي اوتو لايزوزوم، من اسمها
اوتو يعني ذاتي، يعني هو اتحد مع السبستريت او الفاجوزوم الذاتي اللي موجود جوه، اللي قلنا عليها ان هي شبه ايه العضيات اللي عجزت اللي انا عايز اتخلص منها، اتحد مع البرايمري اللي كان بيبي وكبر وبقى بيقوم بوظيفته اللي هو برايمري. طب بعد ما كبر هنغير اسمه، خلاص بقى هو ابننا كبر وبيشتغل، فهنسميه اوتو لايزوزوم، اوتو ايه لايزوزوم. طيب وفي حاجة تالتة، قال لك في حاجة اسمها مالتي فيزيكولار بودز، مالتي فيزيكولار بودز اكيد بتتحد مع حاجة مختلفة. ايه هي يا سيدي؟ قلنا البرايمري لايزوزوم اللي هي البيبي اتحدت مع مين؟ مع البينو سايتوتيك فيزيكلز، فيزيكلز يعني كور كده اللي هي ايه بينو سايتوتيك. واحنا كنا في الاول كده قلت لكم يعني فاجو سايتوتيك وبينو سايتوتيك وبتاكل وتشرب والحواديت دي. يبقى انت كده فهمت ايه؟ فهمت ان اللايزوزوم كانت بيبي وكبرت وبقت سكندري، وسكندري بتتحدد على حسب الناس اللي بتتعامل معاها هيتير ولا اوت ولا مالتي فيزيكولار بادس. تمام كده؟ تمام. طيب يا سيدي، وبعدين بقى الحمد لله ابننا كبر وبي بتاع ده شباب قام بوظيفته وبقى سكندر وما شاء الله وخلف وبقى عنده ولاد وبتاع وطلع معاش، يا بوست لايزوزوم. بوست يعني ايه يا شباب؟ بوست يعني بعد، بوست يعني ما بعد اللايزوزوم، يعني بعد ما الهيدروليتيك انزيمز دي اللي كانت جوه اللايزوزوم اشتغلت اشتغلت وقامت بوظيفتها وبتاع، ايه اللي هيحصل؟ مش انت خلاص قلت لي كانت لسه اول ما كانت اتكونت بعد كده اشتغلت، طب دلوقتي هي خلصت شغل او اشتغلت. قال لك الهيدروليتيك انزيم اللي موجوده جوه اللايزوزوم بتهضم ايه بقى؟ بتهضم بروتين كويس قوي وكربوهيدرات كويس قوي كومبليت، ويتفضل شوية ليبيد كده. الليبيد ما بيتهضمش كله، ما بيتهضمش ايه كله، حتى بيقول لك ايه، بصوا الكلمة دي are resistant to complete digestion. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقاوم ان هو يمتص بشكل كامل، الليبيد يقاوم، يقول لك لا ما انا مش زي البروتين والكربوهيدرات، لا انت مش هتهضمني كلي، فيتبقى شويه، يتبقى ايه شويه ليبيد. طيب بقى اللي اتبقى ده هنسميه ايه؟ هنسميه بوست لايزوزوم، هنسميه ايه؟ بوست لايزوزوم. وبدماغك انت الالمعيه وبذكائك كده حد نبيه يقول لي ايه، يبقى البوست لايزون ده فيه بروتين يا ابني ازاي ما هو اتهضم، يبقى البوست لايزون ده فيه ليبيد يا ابني ازاي ما هو اتهضم، اسف فيه كربوهيدرات ما هو اتهضم، يبقى فيه الحاجه اللي هي قاومه الهضم اللي هي ايه الليبيد، يبقى بيكون فيه ايه يا شباب، بيكون فيه ليبيد. ولما بيكون بالشكل ده بيكون اسمه بوست لايزوزوم او ريزيدوال بادس او ايه ريزيدوال بادس. وبيقول لك ان هو يا سيدي بتكون لارج سايز، حجمها كبير، وبيكون فيها الكترون دنس بيجمنت جرانيولز حبيبات، وبتكون الكترون دنس، وانت طبعا فاهم دنس يعني غامقه يعني، واليوسنت يعني فاتحه، وال اليوسنت وال لايت وقلتها لكم. تمام. هل بقى البوست لايزوزوم دي بيكون فيه هيدروليتيك انزيم؟ لا خلاص، ما انا استهلكتها يا عم، انا استهلكتها وخلصت، انا طلعت معاش، انا طلعت معاش، ما معيش هيدروليتيك انزيم. يبقى عشان كده تلاقيه بيقول لك ايه هاف نو انزيماتيك اكتيفيتي، ما فيش، انا استهلكتها خلاص ما عادش معايا خالص. طيب انت بقى يعني لازمتك ايه في الحياه؟ ايه لازمتك؟ مش انت معاكش؟ لا قال لك لا انا ليا لازمه برضه حتى بعد شوية الليمت دول، شوية الليمت اللي كونوا بوست اللزوم دي شوية ليها لازمة. ايه بقى الوظيفة بتاعتك؟ قال لك يا سيدي ليها شوية وظيفة دفاعية بس طبعا مش زي الاول، يعني طبعا بكتيريا وفيروس والحواديت دي. طب وايه كمان؟ قال لك بتعمل ريموديلينج اوف تيشوز. يعني ايه ريموديلينج؟ من اسمها كده بالراحة، يعني اعادة تشكيل او إعادة تصميم الأنسجة، زي منين؟ زي الكارتلج اللي هو الغضروف أو البون، وهتاخدوا طبعا إن شاء الله الترم التاني اللي هو الهيستو بتاع الكارتلج والبون والكلام ده. يبقى ده بيعمله زي إعادة تشكيل لل ال التشو بتاع الكارتلج بتاع البون. يبقى انت كده فهمت البوست، انت كده عرفت حكايه اللايزوزوم، ما كانت برايمر بعد كده بقت سكندري بعد كده بقت بوست والفانكشن، وعرفت ان السكندري اسماء بتحدد على حسب الناس السبستريت اللي بتتعامل معاهم، وما كان بيبي وطلع معاش واشتغل وابننا ما شاء الله دلوقتي.
طيب ايه بقى الحكايه الجايه اللي جايه، الحكايه اللي جايه دي يا معلم؟ قال لك حكايه اسمها بيرجزوزوم. حكايه اسمها ايه؟ بيرجزوزوم. دي ايه دي؟ قال لك دي شبه اللايزوزوم كده، يعني اخواتها بنت عمها حاجه كده تقرب لها يعني. طب ما توصفها لنا كده اما تشوف حكايتها. هي دي اورجانويد؟ اه اورجانويد، سيستم ماشي بيه اكيد، في لايت لايت ميكروسكوب، الكترون ميكروسكوب، فانكشن، والحواديت بتاعتها. طيب قول لي بقى، هي البيرجزوزوم شكلها عامل ايه؟ قال لك سفيركل، شكلها كروي، بس خلي بالك الدايمتر بتاعها بيكون من 2 من 2 من 10 ل 1 مايكرون. وانا كنت قلت لكم ان التمييز قد يكون مهم وقد يسالكم عليها في الامتحان، يقول لك مكتوبه هنا هي مايكرون، ممكن يقول لك في الامتحان هي نانو ولا ماك، ايه يعني، يلعب معاك شويه. فخلي بالك من الحاجات الصغيره دي اللي ممكن تفرق معاك. كنت وريتكم سؤال المحاضرة اللي فاتت على موضوع النانو والمايكرون ده. طيب كويس، وبعدين يا سيدي قال لك هي سيميلر تو لايزوم، هي شبهها، عشان كده قلت لكم بنت عمها بتاع قريبتها يعني. بس في حاجة مهمة قوي عندها، بتحتوي على انزيمات الصحبة الصالحة. يا الصحبة الصالحة كاتبها لكم اهي. يعني ايه الصحبة الصالحة؟ انزيمين كده اسمهم اوكسيديز وكاتاليز، وهقول لكم دلوقتي انا ليه سميتهم الصحبة الصالحة. انزيمين كده اصحاب اخوات متعاونين مع بعض في الخير والحاجة الكويسة. ما تنساش اسمهم اوكسيديز وكاتاليز. 5 دقايق، اقل من 5 دقايق وهقول لكم ليه. بس انت اكتبها كده عندك حتى في الكتاب، الصحبة الصالحة، عشان تفتكرها وانت قاعد في الامتحان. الحاجات الصغيرة دي بتفكرك وانتوا قاعدين في الامتحان بدل الكلام الصعب. طيب موجودة فين يا سيدي؟ قال لك هي موجودة، طبعا هي موجودة في الخلايا الحيوانية العادية يعني، بس موجودة أكثر في الهيباتيك سيلز، والهيباتيك سيلز يعني خلايا الكبد. وإيه تاني؟ والبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول ده موال طويل جدا 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 في الكلى، وان شاء الله هتاخدوها في رينال بسنه ثانيه ان شاء الله بوضوح وكل حاجه. بس اعرفوا ان البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول دي موجوده في الكلى، موجوده في الكليه بس، ما تعرفوش حاجه ثانيه يعني. تعالى بقى كلمني كاروجانويد بقى، انا خلاص لايت و ال ام اي ام فانكشن، خلاص في سيستم. هي فيها صبغه ولا فيها اسيدوفيلك ولا بيزوفيلك ولا سايتوكيميكال ولا الحكايه ايه؟ قال لك لا ده سايتوكيميكال انزيم يعني. اه طيب الاسم مهم، الاسم قد يسألك فيه اللي هو ايه؟ داب. داب اه داب ده اختصار اكيد يعني، اختصار في البايو ان شاء الله هتاخدوه برضه، اللي هو داي امينو زو بنزيدين. ده ايه؟ بس طبعا هو بيسألك عليه، ما يسألك عليه يقول لك داب يعني. تمام. بيقول لك كاتاليز، لا الاكسيديز والكاتاليز ده انا هقولها لكم بقى الصحبه الصالحه. طيب قول لي بقى الصحبه الصالحه عشان انا ايه، يعني انا خلاص انا عايز اعرف. بص يا سيدي، البيروكسوزوم ده فيه 2 انزيمين اسمهم اوكسيديز وكاتاليز، والانزيمين دول ليهم دور اساسي في الوظيفه بتاعته. هي ايه الوظيفه بتاعت البيروكسوزوم بقى عشان افهم كده؟ الوظيفه بتاعت البيروكسوزوم هي يعني الحفاظ على الحياة، يعني حاجة كده زي موضوع التعبير. ايه ليه دور مهم؟ ايه هو الدور المهم ده يا سيدي؟ قال لك الاكسيتيز بيتعاون مع الكاتاليز في الحفاظ على حياة الخلية. الاكسيتيز يتعاون مع الكاتاليز في الحفاظ على حياة الخلية، عشان كده سميتهم الصحبة الصالحة. ايه بقى بيعمل ايه الاكسيتيز وبيعمل ايه الكاتاليز؟ الاكسيتيز يوم مكسر قواعد البيورين اللي انتم عارفينها طبعا اللي موجودة في الدي ان ايه، يكسر قواعد البيورين. طيب وبعدين؟ ويدي ناتج هيدروجين بيروكسايد، وانتوا طبعا عارفين ان ال H2O2 ده very harmful، ضار جدا ويهزي الجسم قوي. طيب يجي بقى دور مين؟ الاكسيتيز كده خلص، يقول له انا خلصت بقى كاتاليز مهمتي يا صاحبي، قوم بقى كمل ايه رحلتنا في الحفاظ على حياه الخليه. يقول له طيب هات لي بقى الواد اللي اسمه H2O2 ده وانا هكسرهولك، وانا ايه هكسرهولك عشان احنا مهمتنا الحفاظ على حياه الخليه. يبقى الاكسيديز يكسر البيورين يدي H2O2 يباصي للجدع التاني اللي اسمه كاتاليز يكسرهوله، يبقى كده احنا حققنا مهمتنا الساميه في الحفاظ على حياه الخليه، يبقى الخليه كده ما اتاذتش من ال H2O2 ده اللي نتج عن عمليه الديجريديشن اند تكسير بتاع البيورين. طيب لما استخدمنا يا سيدي الالكترون مايكروسكوب،
لما استخدمنا الالكتروميكروسكوب بدات بانت بقى تفاصيل وحاجات زي كده، فلقينا ان هي سنجل ميمبرين، سنجل ايه ميمبرين. وقال لك سفيريكال مايكروباديز، سفيريكال يعني كروي، يعني مايكروباديز يعني اجسام صغيره، اجسام ايه صغيره. لكن اهم حاجه في البيروكسوزوم موضوع الاكسيتيز والكاتاليز والصحبه الصالحه والحاجات دي، خلي بالك منها. تمام. لكن انت عارف طبعا البيروكسوزوم ما هو اللايزوزوم، لكن في الانزيمات بتاعه الاكسيديز والكاتاليز اللي هي اهم يعني وظيفتهم يعني حمايه الخليه من الاذى بتاع H2O2 ده اللي هو ضار جدا للجسم، ولو دانه هيعمل لي مشاكل جامده جدا جامده جدا. تمام، وادي دايجرام بيوضح الدور الذي يقوم به هذا الانزيمات اللي هو انزيمات الصحبه الصالحه اللي انا سميتها لكم كاتاليز اهو. وادي جاي ال H2O2 فبيقول له انا هكسره لك وبتاع وما تقلقش وما تقلقش يعني احنا اصحاب. طيب يا سيدي نتكلم بقى في الخطوه اللي بعد كده اللي هو ايه الميتوكوندري. الميتوكوندري دي ايه؟ حفرت يعني ساحر؟ لا، اورجانويد لايت اي ام فانكشن، خلاص سيستم انا ماشي بيه. بس الميتوكوندريا دي ليها سابقه معاكم يعني، اكيد اكيد بلا شك كلكم عارفينها، خدتوها في اولى ثانوي وبتاع، انتوا عارفين الميتوكوندريا دي مفيش خليه يعني تقدر تستغنى عنها، ليه؟ بيت الطاقه، هي دي بيت الطاقه في الخليه. فبيقول لك حتى الميتوكوندريا في الاول يقول لك ايه، ان هي موجوده في تقريبا كل خلايا الجسم، وان هي طبيعي يا شباب تبقى موجوده في الاماكن اللي محتاجه طاقه كتير. يبقى انا هبقى موجود في اي حته في الخليه الاماكن اللي محتاجه طاقه كتير. طيب الاماكن دي ممكن تكون ايبيكال وممكن تكون بيزل. يعني ايه ايبيكال؟ ايبيكال يعني فوق، بيزل يعني تحت او في الاسفل او في القاعده او فين في القاعده. فبيقول لك ان هي بتكون موجوده في الايبيكال في السيليتد سيلز اللي هي اهداب، يعني سيليا يعني اهداب، وممكن تكون موجوده ميدل بيس في السبرماتوزو اللي هو ايه دي اللي هي الحيوانات، خلايا موجوده في الحيوانات المنويه يعني. طب والبيز اوف ايون ترانسفيرنج سيلز دي خلايا موجوده في الكلى وما تعرفش عنها حاجه تاني، ما يعني مش غلش بالك هتاخدها بعد كده ان شاء الله. البيز يعني القاعده، فهي بتبقى موجوده او بتنتشر حسب ايه؟ حسب الميتابوليك اكتيفيتي، حسب النشاط اللي انا بقول اللي انا بقوم بيه، نشاط كبير ومحتاج طاقه الخليه بتقوم بيه يعني، نشاط كبير ومحتاج طاقه وبتاع يبقى انا هروح اقعد فيه، طب الحته دي مش محتاجه قوي طب خلاص مش عارف كده يعني. تمام. تعالى بقى نتكلم عن اللايت وعن الاي ام. قال لك قسمها ليفنج سيلز وفيكس سيلز. ليفنج سيلز خلايا حيه وفيكس سيلز خلايا خلاص انا موتها. طيب اتكلم بقى ايه، انا قلت لكم اللايت ميكروسكوب ممكن يكون صبغه معينه، فهو اتكلم ان هو استخدم الفيس كونتراست ميكروسكوب، طبعا انتوا خدتوها في المايكرو تكنيك من يومين ولا بتاع، او والدارك فيلد مايكروسكوب، او استخدم السوبر فايتال ستيننج. زي ايه يا سيدي؟ السوبر فايتال ستيننج ده نوع من الصبغات طبعا فاهمينه، اللي هو زي مثال يعني جانس جرينبي. جانس جرينبي استخدمته يا سيدي بان لي تحت الميكروسكوب كخليه حيه زي روتس. يعني ايه روتس؟ كلمه يعني ممكن تكون ما عدتش عليكم قبل كده، قضبان يعني قضبان، او شكلها شكل بيضاوي اوفويد يعني. ثيرد لايك بودز زي الاجسام، وطبعا بتختلف في الشكل والحجم وكل الكلام ده، السايز والشيب. طيب لما استخدمنا بقى يا سيدي الفيكسد سيلز، يعني فيكس سيلز خلايا انا موتها بقى خلاص موتها و بشتغل عليها بالصبغه، استخدمت انهي صبغه؟ استخدمت الايرون هيماتوكسيلين ستين. طيب بنيت لي ازاي؟ جرانيولز، يعني ايه جرانيولز؟ حبيبات، او رودز يعني ايه قضبان، فيلمنت يعني ايه شعيرات مختلفه بالشكل والطول والقصه دي حسب بتاع ده، حسب نشاط الخليه، لان كل ما تكون الخليه نشطه كل ما تحتاج طاقه، وكل ما تحتاج طاقه تحتاج ميتوكوندريا. موضوع الصبغات ده تاني بقول برضه كنت قلته في الفيديو اللي فات، انا ما فيش دور ليا فيه يعني، هي انت بتعرفها ما فيهاش حاجه، فيه ما فيهاش معلومه ممكن اوضحها لك. يعني جينيس جرين بي دي اوضحها لك ازاي؟ هي اسمها صبغه اسمها كده بتستخدم فيها بتتعرف. تمام. تعال بقى نتكلم عن الالكترو ميكروسكوب. طبعا يا شباب الالكترو ميكروسكوب تبان بان التفاصيل بقى، زي كده السيل ممبرين اللي اتكلمنا عنه امبارح ده، قلت لكم في اللايت ميكروسكوب فيري ثين ليميتنج بوردر، لكن ده في الالكترون بان بقى الطبقات ويونت وحواديت، ثلاث طبقات وكل واحده سمكها مش عارف ايه. تمام، طيب الالكترون برضو بانت معايا التفاصيل بشكل جامد جدا، وقلت لكم ان الالكترون الالكترو ميكروسكوب دايما الصوره بتبقى ابيض واسود بس. طيب
بيقول لك الويتس بتاعه قد ايه يا سيدي؟ قال لك من نص الواحد مايكرون وليس نانو، اند اب تو ممكن يوصل ل 10 مايكرون في الطول في اللينس. طيب بيتكون من ايه بقى؟ بيتكون من ايه؟ بص يعني اكيد الصوره دي يا شباب، الصوره دي خدت من يعني شفتوها على الاقل 65 مره، كل واحد فيكم شافها 65 مره، شاف الاوتر ممبرين والانر ممبرين والسبيس والماتريكس، والاكيد اكيد كلكم درستوها بلا شك يعني. طيب بس احنا هنتكلم عنها تاني يعني، ما فيهاش حاجه. تمام بص يا سيدي، تعالى نشوف كل عضي كده، اسف كل جزء منه وورهولك على الصورة عشان يبقى واضح بالنسبة لك. ايه يا سيدي؟ قال لك في 2 ممبرين، غشاء خارجي وغشاء داخلي. الغشاء الخارجي ده حكايته ايه؟ قال لك ان هو يونت ممبرين وبيكون سموز وبيرميبل. يعني ايه؟ يعني ناعم كده وبيسمح بنفاذ الميه والايون الايونات. طب والانر ممبرين؟ قال لك ده سبيشال تايب اسمه ايه بقى؟ اكيد ممكن تتضايقوا منه شويه، اسمه ايه؟ تراي بارتايت ريبيتنج يونت. يعني ايه تراي بارتايت؟ يعني ثلاثي الجوانب. ثلاثي ايه؟ الجوانب. طب تعالى كده نشوفهم عشان لاحسن نكون بنضحك عليك اهو. ادي الاوتر ممبرين تمام. طيب والكابتن اللي لونه احمر ده هو ده، اعمله لكم بلون اسود مثلا، مثلا يعني اهو اللي لونه احمر ده اللي هو ايه؟ اللي هو الانر ممبرين اللي هو اسمه تراي بارتايت، سميناه كده يعني تمام. وان هو الكلمه دي معناها ان هو الثلاثي يعني الجوانب. حلو قوي. تعالى يا سيدي نتكلم عن، خش بقى كمان الكيرستي. ايه الكيرستي؟ التعريف بقى اللي انت بتشوفها في النص دي اللي هي، ما خلاص بقى خلصنا الممبرينس اللي بره دول، ندخل بقى جوه بقى عايزين نشوف جوه في ايه. الكيرستي اللي هي التعريف اللي انت بتشوفها دي، بقى لك الكيرستي دي يا سيدي بتكون نوعين. بتكون ايه نوعين؟ حاجه اسمها سبتيت وحاجه اسمها تيوبيولر. طبعا يا شباب الميتوكوندريا تقريبا موجوده في كل خلايا الجسم، فطبعا بتبقى على حسب المكان ممكن يختلف شكل الكيرستي. فقال لك انه في معظم الخلايا بتكون الكيرستي دي سبتيت. طب ممكن تكون بالطول ممكن تكون بالعرض، تختلف. لكن بقى في الميتوكوندريا الموجوده في الخلايا اللي بتفرز الستيرويد هرمون، الستيرويد هرمون طبعا الهرمونات اللي هي عارفين انتوا اكيد درستوها قبل كده في شابتر الهرمونات بتاع ثالثه ثانوي وباين، وهتاخدوها تاني ان شاء الله في الاندوكراين في تانية ثانوي في تانية كليه، اللي هو الستيرويد هرمون. الخلايا اللي بتفرزها ممكن الكيرستي تكون تيوبيولار، تيوبيولار شكلها شبه الانابيب كده تمام. تمام يبقى انت عرفت ان الكيرستي بتكتشف بتختلف على حسب على حسب المكان. ممكن الستيرويد هرمون تبقى تيوبيولار، ممكن في بقيه الخلايا تكون سيبتيت، وممكن بقى تختلف في الطول والشكل والبتاع ده. طب تعالى وريها لي. حاضر اوريها لك. بص يا سيدي فين اهي، شايف التعريف دي؟ اهي هي دي الكيرستي. بص شايف بيقول لك ايه؟ كريستي جانكشن اهي. بص هي دي التعريق اللي احنا بنتكلم فيه. طيب تعال نكمل. بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول يا سيدي خلص. بيقول لك الانتر ممبرين سبيس والماتريكس سبيس. يعني ايه في فرق؟ انتوا يا شباب بصوا اقول لكم على حاجه، اكتبوها كده، اكتبوا 2 ممبرين واتنين سبيس وكريستي وماتريكس. يعني بص انت قاعد في الحلو يعني سهل تفهمه. 2 ممبرين، 2 2 ممبرين، 2 سبيس، 1 ماتريكس و1 كريستي، بس هي دي الميتوكوندريا. طيب الانتر ممبرين سبيس، الانتر ممبرين سبيس ايه ده يا سيدي؟ الفراغ. قال لك ده الفراغ الموجود ما بين الاوتر وما بين الانر. في فراغ كده وفراغ مش كبير، لذلك هو بيقول لك ان هو نار مش كبير قوي، ضيق، وبيقول لك ان هو بيصل الى 8 نانو متر مش مايكرو، وبيقول لك ان هو في لو دنسيتي فلويد، في سائل بس قليل الكثافه. فهو طبعا ده مش بيستحمل يعني حاجات كبيره وبتاع، ده اللي هو الغلاف الفراغ اللي ما بين
الفراغ اللي ما بين ايه؟ اللي ما بين الغشائين اللي هو الاوتر والانر. طب والماتريكس سبيس بقى يا باشا او الانتر كريستال سبيس ده حكايته ايه؟ قال لك ده بيغطي الانر ميمبرين وفيلد ذا افاين جرانيوال ماتيريال اوف فاريبل الكترون دنسيتي. اولا بس قبل ما اوريه لكم على الصور، فاريبل الكترون دنسيتي دي يعني دنس وليوسنت الاثنين مع بعض. يعني دنس وليوسنت يعني ممكن يبقى فاتح فاتح الاثنين مع بعض، عشان كده بقول فاريبل. فاريبل يعني متنوع، فاتح وغامق. تمام. طيب تعالى نشوف نشوف الماتريكس ولا نشوف الماتريكس بس؟ نشرح الماتريكس ونشوفهم الاثنين مع بعض. ماشي، تعالى يا سيدي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الماتريكس، الماتريكس ده ان شاء الله يعني بصوا يا شباب في خيرات الله، اي حاجه تتخيلها شوفوا وصل للميتوكوندريا ربنا سبحانه وتعالى ادها صفه انها ممكن تكون، انها ممكن ان فيها دي ان ايه. يعني ايه دي ان ايه؟ يعني يا سيدي الميتوكوندريا من العضي او اورجانويد ممكن يعمل انقسام لوحده دون الرجوع للنواة. تخيل ليه بقى دون الرجوع للنواة؟ لأن أي عضو عايز يعمل انقسام لازم يرجع للنواة عشان عندها الدي ان ايه. لكن الميتوكوندريا بقول لك عندها خيارات، عندها الدي ان ايه وعندها الار ان ايه وعندها كل شيء، كل الحاجات الحلوة دي موجودة فين؟ موجودة في الماتريكس. عشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو الفلويد بيكون فيسكس، فيسكس يعني لزج يعني محترم كده ومليان بقى حاجات كتير، كله بقى كاتيون، فيها كالسيوم وفيها مغنيسيوم، فيها بص ريتش ان بروتين، فيها بروتين كتير اتليست 50%، طبعا فيها بروتين عشان هي بيت الطاقه يعني. تمام. وفيها قلت لك هي ممكن تعمل انقسام دون الرجوع للنواه، عشان كده فيها الدي ان ايه والثلاث انواع بتوع الار ان ايه، فيها كل شيء. تمام. وفيها انزيمز بتاعت كريبس سايكل، دوره كريبس اللي انتم كنتوا خدتوها قبل كده، فيها فاتي اسيد بيتا اوكسيديشن، كل الحواديت دي يا شباب موجوده في الماتريكس. عشان كده بنقول الماتريكس ده فيه خيارات كبيرة جدا. طب تعالى بقى نشوف الماتريكس موجود فين. اهو ادي الماتريكس اللي هو الازرق ده، اللي هو الازرق ده اهو، ده كده، ده كده ايه، ده كده الماتريكس. تعالى كده نشوفه هنا. طب تعالى نشوف السبيس. بص يا سيدي، شايف ده كده الفراغ اللي ما بين الاحمر والازرق؟ ده مين؟ ده الانتر ممبرين سبيس. مين ده؟ الانتر ممبرين سبيس. وادي برضو هنا نفس القصه، ادي الكريستي، وادي الماتريكس. خلاص بقى الماتريكس يعني بص اكتبوا كده في كل شيء تتخيله، في دي ان اي، في ار ان اي، في مغنيسيوم، في كالسيوم، في ممكن يكون ممكن تلاقي فيه الانزيمات اللي بتستخدم في دورة كريبس، طبعا انتوا بتاخدوها في البايو يعني ما تشغلوش بالكم بيها دلوقتي. طبعا يعني دي ما تتسالش اصلا يعني فانكشن. ايه هي يا سيدي الوظيفه بتاعت الميتوكوندريا؟ قلت لك ذا باور هاوس، ده دي معروفه من اولى ثانوي، بيت الطاقه في الخليه بقى، فيها بتوفر الاي تي بي، طبعا بتوفر الطاقه عن طريق الاي تي بي اللي انتوا عارفينه من زمان جدا، و بيكون ليها دور في كريبس سايكل وكل الكلام ده. تمام. يبقى انت كده عرفت ايه عن الميتوكوندريا، عرفت يا سيدي ان الميتوكوندريا، عرفت طبعا ان اللايت ميكروسكوب اللي هي جانس جرين بي والصبغات والحواديت دي كمان، والالكترون ميكروسكوب فيها اتنين ممبرين واتنين سبيس، واحد كيرستي وواحد ماتريكس، والماتريكس في دي ان ايه، في ار ان ايه، في مغنيسيوم، في كالسيوم، في الانزيمات اللي بتستخدم في كريبس سايكل، بيوفر طاقه عن طريق الاي تي بي، واتكلمنا في كل الكلام ده اهو. بص دي بس هي على شكل كرتون يعني، دي الميتوكوندريا اهي، ان هي ايه بتشيل حديد يعني، بتقول لك انا معايا الطاقه، انا عندي باور اهو. دي واحد الميتوكوندريا على شكل سفينة، the power house of the cell، أنا بتاعة الطاقة، أنا اللي معايا الطاقة أهو. ميتوكوندريا بتشيل حديد برضه.
نيجي بقى يا سيدي على آخر أورجانويد هنتكلم عليه إن شاء الله، وهو الأنوليت لاميلي. إيه حكاية الأنوليت لاميلي ده؟ طبعا أورجانويد عادي بنتكلم لايت إي إم فانكشن عادي مفيش مشكلة. بيقول لك بس الأنوليت لاميلي ده بيكون ممبرينس، عنده ممبرين محاط بغشاء، وبيكون frequently near، خلي بالك الحتة دي مهمة، and resembling the nuclear membrane، بيمثل الغلاف بتاع النيوكليوس، والحتة دي مهمة لأن هي دي أصلا اللي هي إيه يعني اللي لها علاقة بوظيفته. طيب كلمي عن السايت، عمال ما أقول لك الوظيفة يا سيدي. حاضر. السايت موجود فين؟ قال لك موجود في خلايا كتير، بس موجود بشكل كبير يعني في الاوسايت اللي هو البويضات، والسبرماتوسايت اللي هي الحيوانات المنويه، في الجروينج واند رابيدلي في الجروينج سيلز، الخلايا بتاعه الجروينج سيلز. طيب اللايت مايكروسكوب، اللايت مايكروسكوب يا سيدي قال لك وما وضحش يعني ايه كلمه باير فرنجت. بص يا سيدي الكلمه دي معناها ايه، ان دلوقتي انا لو استخدمت البولاريزنج مايكروسكوب، البولاريزنج مايكروسكوب، واستخدمت البولاريزنج لايت، فبيحصل باير فرنجت. يعني ايه باير فرنجت؟ يعني انعكاس مزدوج للضوء. فالاليمنت اللي بتبان بالطريقه اللي انا وضحتها ليك دي بالبولاريزنج مايكروسكوب، اللي طبعا انت خدت يعني عارف البولاريزنج مايكروسكوب من الشابتر بتاع الميكروتكنيك، فبيحصل انعكاس مزدوج للضوء اهو، فالخطوه ايش اهو، فالاليمنت اللي بتبان بالشكل ده بنسميها باير فرنجت اليمنت في السيتوبلازم. طيب موجوده يا سيدي، بتكون تحت الالكتروميكروسكوب، بقول لك ممكن تكون سنجل وممكن تكون بير، زي ممكن تكون ازواج وممكن تكون لوحدها، وبقول لك ان هي بارلل، دي مهمه بقى، موازيه زي كده بارل ميمبرينز دي. بصوا شايفين بارل، بس خلي بالك قال لك في حاجه، في بورز كده، بورز خرام موجوده، وقات شوف سبحان الله ات ريجولار انترفيلز، يعني على مسافات متساويه جدا جدا. شايفين الخرام يا شباب؟ شايفين الخرام؟ في خرام هنا هنا كده، في خرام هنا كده. الخرام دي بتكون على ايه؟ الخرام دي بتكون على مسافات متساوية. سبحان الله سبحان الله. تمام. وبيقول لك يا سيدي ان السيستيرن بتاعت الانوليت لاميلي دي بتكون متصلة بمين؟ بالرف اندوبلازميك ريتيكولوم. و what's the meaning of rough endoplasmic reticulum؟ أقول لك هي صانع بائع، بائع بطاطا أنتوا عارفينها بقى، والمساعد بتاعه مش عارف إيه. طيب أنت بقى قلت لي، وقلت لي إن موضوع النيوكليير ممبرين ده ليه علاقة بالوظيفة، إيه بقى علاقته بالوظيفة؟ قال لك maybe، ربما يعني مش متأكدين يعني، messenger function يعني إيه؟ قال لك دي ممكن تكون وسيلة الاتصال ما بين النواة وبقية المناطق اللي موجودة في الخلية. دي ممكن تكون الرسول يعني مع الرسول إلى البلاغة، هو الموصلاتي ما بين النيوكليوس النواة وما بين بقية مناطق الخلية. عشان كده هو قال لك فوق إيه؟ قال لك resembling أهي nuclear membrane، دي بتمثل الغشاء بتاع النواة. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا كده فهمنا يا شباب، فهمنا سوا، فهمنا ايه من خلال الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. اتكلمنا عن اللايزوزومز، وقلت لك ان دي معده الخليه، وقلت لك لازم البي اتش يكون 5، والهيدروليتك انزيمز، وكل الحواديت دي. وقلت لك لما كان بيبي وبرايمر، بعد كده اشتغل، بعد كده طلع على المعاش وبقى بوست، وبعد كده كلمتك عن بروكزوزوم، وقلت لك خلي بالك في الصحبه الصالحه كاتاليز واوكسيديز، وحتى في الاول قلت انت كنت متضايق ممكن تضايق من الامثله وبتاع، قلت لك بيلين اللي هو الحاجه في الكوره كده،
وقلت لك الميتوكوندريا بتتطاقم مش عارف ايه وشرحنا، وقلت لك الماتريكس ده فيه دي ان ار ان ايه وكاربس سايكل والحواديت دي، واتكلمنا عن الانوليت لاميني، وقال لك ان هي دي ممكن تكون الرسول اللي بين المعلومات او اللي بيكون مسؤول عن وسيله التواصل ما بين النواه وما بين باقي المناطق في الخليه. الحمد لله كده خلصنا الميمبرانس اورجانوتس. ارجو ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتم بأي حاجة من اللي أنا قلتها، وأنتوا تكونوا استفدتم سكيم أو حاجات عملناها. ربنا يوفقكم، وأي سؤال أي حاجة نقدر نشارككم فيها، عندكم أكونت نجاح، عندكم الفورم بتاع الفيدباك، عندكم حاجات كتير قوي. إن شاء الله هتلاقونا موجودين، وربنا يوفقكم يا رب. ويعني أنا سعيد أوي إن أنا كنت بشرح لكم في الأول كده، ويعني ربنا ما يحرمنا من يعني ان انتوا تبقوا موجودين، وان شاء الله ربنا يوفقكم وما تقلقوش من حاجه. وانهي معاكم بالنهايه اللي انا بنهيها دايما: تعلم العلم واقرا تحوز فخار النبوه. فالله قال ليحيى سيدنا يحيى: خذ الكتابه بقوه. فانتوا خدوا الممبرنس والسيتولوجي وكل المواد بقوه، وربنا يوفقكم، وربنا يوفقكم وفقنا جميعا. و ثانك يو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان اسمي مهند عماد، شكرا جزيلا.